Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول. حي على الصلاه حي على الصلاه

middle صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الذين آمنوا وآذى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم النار يعبدونني يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون کہ تم میں سے جو لوگ ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکن کو کرے گا اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے کل <coughs> <coughs> ستائیس مئی تھی كان يوم الأمس هو السابع والعشرين من أيار مايو ونذكر هذا اليوم بيوم تأسيس الخلافة وبهذا الشأن تعقد الجلسات أيضا في فروع الجماعة لنبقى مطلعين على تاريخ الجماعة وواجباتنا تجاه الخلافة لنكون من الذين يؤدون مسؤولياتهم بعد بيعه الخلافه ونستمر في نوال افضل الله تعالى لقد من الله تعالى علينا اذ وفقنا للايمان بمن بعثه الله فينا في هذا الزمان ليطلعنا على تعليم الاسلام الحقيقي ثم وفقنا تعالى لبيعه الخلافه لنضع امامنا دائما التعليم الذي اخبرنا به المسيح الموعود عليه السلام ولننشره ايضا في العالم باستمرار فالارتباط بالخلافه يلقي على عاتق كل احمدي مسؤوليه كبيره فان اديناها فاننا بذلك سنؤدي حق هذه المنه التي من الله بها علينا لقد وعد الله تعالى في الايات التي تلوتها بتمكين الدين وتبديل الخوف امنا ولكنه تعالى جعل ذلك الوعد مشروطا بشرط وهو انه يجب علينا ان نكون اقوياء الايمان ونكسب الاعمال الصالحه ونؤدي حق عباده الله تعالى والا نشرك بالله شيئا ويجب الا تكون في اعمالنا ادنى شائبه من الشرك وان الصلاه وعباده الله ضروريه جدا للقيام بالاعمال المذكوره انفا وقد علم الله تعالى في هذه الايات طريق العباده وهو الالتزام بالصلاه كذلك لا بد من الانفاق في سبيل الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم فانفقوا في سبيل الله واطيعوا جميع اوامر الله ورسوله فلو جعلنا كل هذه الامور نصب اعيننا وبذلنا قصارى جهودنا للعمل بها ووفينا بعهدنا اننا سنقدم الدين على الدنيا وعملنا بهذا العهد بصدق القلب عندها فقط ننال نصيبا من انعامات الله تعالى التي وعدها ونتمكن من الاستفاده من بركات الخلافه ايضا إذا هذه الآيات تتضمن بشرا عظيمة للمؤمنين، وفي الوقت نفسه تضعنا أمام فرصة تأملية أيضا، لأننا إن لم نعمل بالشروط الواردة فيها كما هو حقها، لن ننال بركات هذه النعمة على وجه الحقيقة، فالذي لا يلتزم بالصلاة ولا يؤدي الزكاة ولا يؤدي حقوق الله وحقوق العباد لن ينال أفضل الله تعالى كما قلت قبل قليل فالاطلاع على التاريخ والاحتفال بيوم الخلافة وحده لا يكفي ما لم نصبح عبادا حقيقيين لله تعالى أي ما لم نلتزم بالصلاه ولم نؤدي حقوق الله وحقوق العباد لن ينفع احدا الاحتفال بيوم الخلافه لذا يجب علينا ان نفحص كيفيه ايماننا ولنرى هل نتحلى بخشية الله تعالى؟ هل نسلك دروب التقوى الدقيقة؟ هل نحب الله تعالى أكثر من أي شيء آخر؟ هل نطيع الله تعالى ورسوله طاعه كامله ثم يجب ان نفحص اعمالنا ايضا بدقه وهل كل عمل من اعمالنا يطابق تعليم الاسلام الحقيقي وهل نقوم بهذه الاعمال للرياء وهل نصلي لإراءة الناس؟ أو هل إنفاقنا في سبيل الله وأداؤنا الزكاة ناتج عن الرياء؟ أو هل نصوم رياء أم لوجه الله تعالى؟ وهل نحج لننال من الناس لقب الحاج؟ لن نعد مطيعين صادقين لله ولرسوله، ولن ننال سكينة وطمأنينة قلبية، إلا إذا كان كل عمل من أعمالنا لنيل رضا الله تعالى فقط. لن يتكون المجتمع تحت ظل الخلافه الا اذا ادينا حقوق الله وحقوق العباد في كل عمل من اعمالنا اذن الكلام باللسان فقط لا ينفع شيئا بل بد من جعل اوامر الله تعالى امام اعيننا دائما. والمؤمنون الذين يكسبون اعمالا صالحه هم الذين سينالون البركات والفيوض. يقول المسيح الموعود عليه السلام: لقد ذكر الله تعالى العمل الصالح ايضا مع الايمان المراد من العمل الصالح الا تخالطه ادنى شائبه من الفساد اعلموا يقينا ان اللصوص يحاولون دائما ان ينهبوا اعمال الانسان وما ادراك ما تلك اللصوص منها الرياء اي يعمل الانسان لاراءه الاخرين لينال اعجابهم اي يفرح المرء في نفسه بعد القيام بعمل ما ومنها انواع عده من سوء الاعمال والذنوب التي تصدر منه وتؤدي الى ابطال عمله والعمل الصالح هو الذي لا تشوبه شائبه الظلم والعجب والرياء والكبر واتلاف حقوق الناس اي عندما تتخلون عن كل الاعمال السيئه عندها ستكونون مؤمنين صادقين فكما ينال الانسان النجاه في الاخره بناء على الاعمال الصالحه كذلك تماما ينالها في الدنيا ايضا إذا كان في البيت شخص واحد ذو أعمال صالحة ينقذ البيت كله اعلموا أنه لا فائدة من الإيمان ما لم تعمل أعمالا صالحة إذن ان كسب الاعمال الصالحه ضروري جدا الى جانب الايمان حيث يقول المسيح الموعود عليه السلام العمل الصالح لا ياتي نتيجه مرضاتنا ورغباتنا بل الاعمال الصالحه هي تلك التي لا تشوبها شائبه الفساد قط لان الصالح ضد الطالح كما ان الطعام يكون طيبا حين يكون ناضجا وغير محروق وليس من نوع ادنى بل يكون من النوع الذي يصبح جزءا من الجسم فورا كذلك من الضروري تماما ألا يشوب العمل الصالح أي نوع من الفساد، أي يكون مطابقا لأمر الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشوبه كسل ولا عجب ولا رياء ولا رغبة المرء الشخصية. أي لا تقترحوا من عند انفسكم ان عملكم هذا صالح وهذا غير صالح ولا تفسروا من عند انفسكم ولا تظنوا ان هذا هو المراد من قول كذا وكذا بل يجب ان تعملوا به حرفيا واعملوا بأوامر الله ورسوله، عندها سيكون العمل صالحا. يقول عليه السلام: حين يكون العمل على هذا المنوال يسمى عملا صالحا وهو بمنزلة الكبريت الأحمر. أقول هذا مهم جدا فإذا نلتم هذه الحالة فاعلموا عندها أنكم ستكونون ممن يستفيد من وعد الله تعالى وأولئك الذين يفون بعهدهم لحماية الخلافة الأحمدية وليس من يبدأون بأنفسهم في شرح العمل الصالح وتفسير الأمر المعروف وتتغلب عليهم انانيتهم بسبب مصالحهم الشخصيه لن ينفع هؤلاء انتماؤهم الى الخلافه مهما كرروا اعلان انتمائهم اليها كلا بل ان الذين يطيعون الخلافه باخلاص وصدق فاولئك هم الاوفياء بالخلافه حقا وهم الذين يقومون بحمايه الخلافه والخلافه تحفظهم وادعيه الخليفه تحالفهم وكروبهم وهمومهم تدفع الخليفه للدعاء لهم وان هؤلاء الذين يعملون الصالحات هم الذين يكونون على صله مع الخلافه والخلافه على صله بهم ولوجه الله تعالى فهذه هي الخلافه الحقه التي تكون العلاقه فيها بين الجماعه والخليفه من اجل مرضاه الله تعالى وهذه هي الخلافه التي هي تتسبب في التمكين والامان وهذه العلاقه بين افراد الجماعه والخليفه هي التي تجعل الطرفين ورثه لافضل الله تعالى ان المسلمين الاخرين ايضا يريدون اقامه الخلافه ولكن حيلهم الدنيويه وتدابيرهم الماديه هذه لن تنفعهم شيئا، اذ لا تقام الخلافه بهذه الحيل مهما سعوا لذلك، فالان لن تقوم الخلافه ولن تستمر الا كما حكم الله تعالى فهذا الأمر أعني إنعام الله علينا بالخلافة يجب أن يحفزنا على خلق مشاعر الشكر لله تعالى في قلوبنا والإنابة إليه كما يجب أن يملأ قلوبنا بخشية الله كل حين فنراقب أعمالنا ونرى ما اذا كانت وفق احكام الله ورسوله ام لا وما اذا كنا قد بلغنا المستوى المطلوب في اداء حقوق الله وحقوق العباد فعلى كل احمدي ان يقضي كل لحظه من حياته شاكرا لله على انعامه علينا بنعمه الخلافه وفاحصا نفسه ليرى ما اذا كانت اعماله موافقه لاحكام الله تعالى ام لا ولو عشنا بهذا التفكير وأصلحنا أعمالنا بحسبه مع الدعاء لبقاء الخلافة فينا فسوف نظل وارثين للإنعامات الإلهية أيضا بدون انقطاع وبلا منازع. وهذا ما اخبرنا به سيدنا المسيح الموعود عليه السلام بان الله تعالى قد طمانه مبشرا بان نظام الخلافه سيظل مستمرا وان البشارات التي بشره الله تعالى بها لا بد ان تتحقق ان وفينا بهذه الشروط وقد اسهب عليه السلام في امر الخلافه كثيرا في كتيب الوصيه حيث قال ان هذه هي سنه الله ومنذ ان خلق الانسان في الارض فما زال يظهر هذه السنه دون انقطاع حيث ينصر انبياءه ومرسليه ويكتب لهم الغلبه كما قال تعالى كتب الله لاغلبن انا ورسلي والمراد من الغلبه هو ان الرسل والانبياء كما يريدون ان تتم حجه الله على الارض بحيث لا يقدر احد على مقاومتها فان الله تعالى يظهر صدقهم بالايات القويه ويزرع على ايديهم بذره الحق التي يريدون نشرها في الدنيا غير انه لا يكمله على ايديهم بل يتوفاهم في وقت يصحبه الخوف من الفشل بادئ الراي فيفسح بذلك المجال للمعارضين ليسخروا ويستهزئوا ويطعنوا ويشنعوا. وحينما يكونون قد اخرجوا كل ما في جعبتهم من سخريه واستهزاء، يظهر الله تعالى يدا اخرى من قدرته ويهيئ من الاسباب ما تكتمل به الاهداف التي كانت غير مكتمله لحد ما الى ذلك الحين. نرى أن وفاة سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إذ هزت كيان كل أحمدي فإنها قد جعلت المعارضين أيضا يطبلون ويزمرون فرحين فهذروا بما يندى له جبين الإنسانية وتكلموا ببذاءة قذرة تذهل المرأة فيتساءل كيف يمكن لقوم يدعون الايمان بالله ورسوله ان يتردوا لهذه الدرجه ولا حاجه بي لذكر بذاءاتهم هذه الا انني ساذكر هنا بعض جهودهم للقضاء على جماعه المسيح الموعود عليه السلام وكيف انهم نشروا الاراجيف بين الناس عن تشتت شمل الجماعه وتوبه الاحمديين عن الاحمديه فمثلا اشاع اتباع المتصوف البير جماعه علي شاه ان المرزائيين يتوبون عن الاحمديه ويبايعون اي ان الاحمديين يتوبون عن الاحمديه بعد وفاه المسيح الموعود عليه السلام وينضمون الى صفوف اتباع شيخهم واشار الخواجه حسن نظامي على الاحمديين وقال عليهم ان ينكروا صراحه دعوى الميرزا بكونه مسيحا موعودا ومهديا والا فاننا نخاف ان الجماعه الاحمديه لن تقدر على الصمود امام معارضه المعارضين في غياب شخص حكيم ومنظم مثل الميرزا وسوف يتشتت شملها يقدم هذا المعارض مشورته للاحمديين بلغه لينه جدا كما يفعل الساسه اذ كان من الشخصيات المحترمه فتظاهر بكونه انسانا بسيطا ومواسيا للاحمديين واشار على الاحمديين وقال ان حضره المرزا قد توفي الان ولن يقدر بعده احد على لم شملكم فالافضل لكم ان تتركوا الاحمديه وتنضموا الينا ولكن هذا الرجل لم يكن يعلم شيئا ولم تقدر عينه ان تبصر عظمه الوعود التي وعد بها الله تعالى سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاه والسلام حيث اوحى اليه وقال اني معك ومع احبائك كما بشره الله تعالى بقيام خلافته بعد وفاته وكان لابد من ان يتحقق ما وعد الله به من وعود وانباء فقد قال المسيح الموعود عليه السلام بمنتهى الصراحه ان جماعه الانبياء ترى القدره الثانيه ايضا وقد ذكر حضرته هنا مثال الانبياء الذي فيه رد على بعض الاحمديين الضعاف الطباع الذين يتلعثمون احيانا في الاعلان بان سيدنا المسيح الموعود عليه السلام كان نبيا باختصار قد بين عليه السلام في الفقره التاليه ان جماعه الانبياء ترى القدره الثانيه ايضا وسوف ترونها انتم ايضا ان ضللتم مؤمنين وعملتم الصالحات حيث قال عن ظهور القدره الثانيه واستمرارها فالحاصل انه تعالى يري قسمين من قدرته اولا يري يد قدرته على ايدي الانبياء انفسهم وثانيا يري يد قدرته بعد وفاه النبي حين تواجه المحن ويتقوى الاعداء ويظنون ان الامر الان قد اختل ويوقنون ان هذه الجماعه موشكه على الانقراض حتى ان افرادها انفسهم يقعون في الحيره والتردد وتنقسم ظهورهم بل ويرتد العديد من الاشقياء منهم عندها يظهر الله تعالى قدرته القويه ثانيه ويساند الجماعه المنهاره فالذي يبقى صامدا صابرا حتى اللحظه الاخيره يرى هذه المعجزه الالهيه كما حصل في عهد سيدنا ابي بكر الصديق حيث ظن ان وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم قد سبقت اوانها وارتد كثير من جهال الاعراب واصبح الصحابه من شده الحزن كالمجانين عندها اقام الله تعالى سيدنا ابا بكر الصديق واظهر نموذجا لقدرته مره اخرى وحمى الاسلام من الانقراض الوشيك وهكذا اتم عز وجل وعده الذي قال فيه ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا اي انه تعالى سوف يثبت اقدامهم بعد الخوف ثم قال حضرته فيا احبائي ما دامت سنه الله القديمه هي انه تعالى يري قدرتين لكي يحطم بذلك فرحتين كاذبتين للاعداء فمن المستحيل ان يغير الله تعالى الان سنته الازليه لذلك فلا تحزنوا لما اخبرتكم به ولا تكتئبوا اذ لا بد لكم من ان تروا القدره الثانيه ايضا وان مجيئها خير لكم لانها دائمه ولن تنقطع الى يوم القيامه وان تلك القدره الثانيه لا يمكن ان تاتيكم ما لم اغادر انا ولكن عندما ارحل سوف يرسل الله لكم القدره الثانيه التي سوف تبقى معكم الى الابد بحسب وعد الله الذي سجلته في كتابي البراهين الاحمديه وان ذلك الوعد لا يتعلق بي بل يتعلق بكم انتم كما يقول الله عز وجل إني جاعل هذه الجماعة الذين اتبعوك فوق غيرهم إلى يوم القيامة. فمن الضروري أن يأتيكم يوم فراقي ليليه ذلك اليوم الذي هو يوم الوعد الدائم. إن إلهنا إله صادق الوعد، وفي وصدوق، وسيحقق لكم كل ما وعدكم به. وبالرغم أن هذه الأيام هي الأيام الأخيرة من الدنيا وهناك كثير من البلايا والمصائب التي آن وقوعها ولكن لا بد أن تظل الدنيا قائمة إلى أن تتحقق جميع تلك الأنباء التي أنبأ الله تعالى بها لقد بعثت من الله تعالى كمظهر لقدرته تعالى فأنا قدرة الله المتجسدة وسيأتي من بعد آخرون سيكونون مظاهر قدرة الله الثانية لذلك كونوا منتظرين لقدرة الله الثانية داعين لمجيئها مجتمعين فبحسب نبوءة المسيح الموعود عليه السلام وبحسب وعد الله تعالى له نرى منذ 113 عاما تحققا حرفيا لوعود نزول أفضل الله تعالى لقد قال المعارضون عند وفاه المسيح الموعود عليه السلام قد قطع راس هذه الجماعه فما الذي بقي لديها الان فليترك الاحمديون هذه الجماعه لانه لا يمكن لاحد ان يحتويها الان وما الى ذلك من امور ذكرتها قبل قليل كما قال هؤلاء مثل قولهم السابق بعد تولي الخليفه الاول منصب الخلافه فقد كتبت جريده كرزن جازيت عن الخليفه الاول ماذا بقي في المرزائيين لقد قطع راسهم ولن يستطيع الرجل الذي اصبح اماما لهم أن يفعل شيئا غير أن يجلس في أحد المساجد ويسمعهم القرآن، ولكن أن لهؤلاء العميان عقليا أن يعرفوا أنه هو العمل العظيم الذي دعا إبراهيم عليه السلام أن يبعث رسول عظيم من نسله للقيام به، وبالتالي فإن القرآن الكريم لا هو تلك الشريعة العظيمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وانه لكتاب كامل ومكمل بحيث يحقق لمن يتعلمه ويعلمه الاخرين الفوز والفلاح في الدنيا والاخره وهذا هو الكتاب الذي بعث المسيح الموعود عليه السلام لنشر تعليمه وهي المهمه التي بدا نظام الخلافه لاجلها على أي حال لقد سمع الخليفة الأول رضي الله عنه قولهم هذا ورد عليه قائلا ليتحقق هذا الأمر فأسمعكم القرآن الكريم لقد أنجز الخليفة الأول هذه المهمة وأحسن أداءها غير أنه لم تتحقق رغبة العدو في رؤية ضعف الإدارة في الجماعة وتفرق شملها لقد اخمد الخليفه الاول بشده فتن المنافقين وبعض المعتمدين للانجمن فلم يجرؤ احدهم على اثاره اي نوع من الشر. لقد قال حضرته في خطابه الاول بعد تولي الخلافه عليكم الان ان تطيعوا جميع اوامري مهما كانت ميولكم وطبائعكم ثم القى في احدى المناسبات خطابا جلاليا في المسجد المبارك قال فيه لقد اذيتموني بتصرفكم هذا ايذاء شديدا بحيث لم اقف الان في الجزء الذي انشاتموه انتم بل وقفت في المسجد الذي انشاه حبيبي المرزا بنفسه اي كان يقف حضرته انذاك في الجزء الذي كان موجودا ابتداء في زمن المسيح الموعود عليه السلام ولم يقف في الجزء الذي تم توسيعه لاحقا بتبرعات افراد الجماعه فقد قال حضرته بانني لم اقف في هذا الجزء بل وقفت في الجزء الاصلي للمسجد الذي تم انشاؤه في زمن المسيح الموعود عليه السلام او الذي كان موجودا في البدايه، ثم قال حضرته: ان قراري هو ان القوم والانجمن كليهما يجب ان يطيعوا الخليفه وهما خادمان له، اي ان مؤسسه الانجمن والمؤمنون كلهم خدام للخليفه، وان الانجمن مستشار له ووجوده ضروري للخليفه كذلك قال من كتب ان مهمه الخليفه تقتصر على ان ياخذ البيعه اما السلطه النهائيه فهي للانجمن عليه ان يتوب لان الله تعالى اخبرني انه اذا تخلى عني واحد وارتد فانه تعالى سوف ينعم علي بجماعه من الناس بدلا منه ثم قال حضرته: «يقال لي إن مهمة الخليفة تقتصر على أن يؤم الصلاة أو الجنازة أو يعقد القران أو أن يأخذ البيعة، مع أن هذا الأمر يمكن أن يقوم به أي شيخ بسيط ولا حاجة للخليفة لهذا الغرض». وانني ارى ان مثل هذه البيعة لا تساوي شيئا فلا اريد ان اخذ مثل هذه البيعة بل البيعة الحقة هي تلك التي يطيع فيها المبايع طاعة كاملة ولا يحيد عن امر من اوامر الخليفة فلقد خيب هذا الخطاب امال المنافقين وقضى على مكايدهم كما انه افحم المعارضين فمن كان عجوزا ضعيفا في نظر الناس لما تكلم بتاييد الله تعالى فقد اصبح الذين يطلقون التصريحات المتعاليه يخفون وجوههم وذهبت ريحهم ثم بايعه المخلصون بعزيمه متجدده وبعد ذلك راى العالم كيف سارت الجماعه في دروب الرقي والازدهار ثم لما توفي الخليفة الأول في مارس عام 1914، حدثت في الجماعة صورة من الزلزلة، وأطل برأسه بعض أعضاء مجلس المعتمدين في صدر أنجمن، الذين كانوا مصرين على اعتبار الأنجمن خليفة المسيح الموعود عليه السلام، وكانوا قد سكتوا مؤقتا بتصدي الخليفة الأول لهم، كما بدأ المنافقون أيضا نشاطهم مرة أخرى. ولكن يد نصره الله وعونه كانت الاساس للحفاظ على منصب الخلافه ودعمه بحسب وعود الله تعالى مع المسيح الموعود عليه السلام كان زعماء الأنجمان يخافون من أن الجماعة ستنتخب ميرزا بشير الدين محمود أحمد خليفة لذلك فقد حاولوا كثيرا ألا يكون هناك أي خليفة وأن يتأجل انتخابه بأي طريقة ممكنة ولو لمدة قصيرة فقال سيدنا ميرزا بشير الدين محمود أحمد صراحة أن الخليفة لا بد منه لكنني أضيف وأقول معا إني لست تواقا لأن أكون خليفة فاجعلوا من تريدون خليفه وانا وجميع افراد عائلتي سنبايعه بصدق القلب لكن هؤلاء الذين كانوا يعدون انفسهم اعقل الناس وكانوا يخشون ان القرار سوف يصدر بحقه لذا لم يقبل هذا الاقتراح اولئك الذين كانوا يريدون السلطه فقط فحين قال لهم سيدنا الخليفة الثاني حضرة ميرزا بشير الدين محمود أحمد رضي الله عنه إنه مستعد لمبايعة من يعينه أيا كان فوجود الخليفة محتم لم يوافق معه باختصار اجتمعت جماعة المؤمنين في مسجد نور بحسب وصية سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وكان عددهم يقدر بأكثر من ألفي نسمة وانتخبوا كلهم تقريبا حضره ميرزا بشير الدين محمود احمد رضي الله عنه خليفه لهم وكان الناس يتقافزون من على رؤوس الحضور للوصول الى بيعته وشهود العيان كتبوا ان المشهد كان يوحي كان الملائكه تسوق الناس لمبايعه هذا المنتخب واخيرا حين لاحظ ذلك كبار معتمدي الانجمن الذين كانوا بضعه نفر أخذوا خزينة الأنجمن كلها واختفوا من هناك، لكن العالم رأى كيف أن الله تعالى مكن للجماعة دينها بواسطة الخلافة الأحمدية، وإن عهد سيدنا المصلح الموعود الخليفة الثاني للمسيح الموعود عليه السلام الممتد على 52 سنة، يشهد على أن الجماعة بدأت تقطع أشواط التقدم والازدهار بسرعة فائقة بقيادة الشاب. الذي قلده الله تعالى منصب الخلافه. اما الذين كانوا اخلوا خزينه الانجمن وغادروا وادعوا ان المسيحيين الان سيحكمون قاديان يلاحظ اجيالهم ان الله تعالى يرينا بتاييداته مشاهد اجتماع المسيحيين تحت رايه المسيح المحمدي. فنحن نشاهد ذلك بام اعيننا. فقد فتح سيدنا المصلح الموعود مراكز الجماعه في كثير من بلاد العالم والمبشرون المسيحيون لم يكونوا يقدرون على مواجهه الدعاه الاحمديين واخيرا لم يجدوا بدا من الاعتراف بان الاحمديه عقبه كبيره في انتشار المسيحيه وهذا مذكور في تقاريرهم باختصار اننا نرى ذلك الخليفه من اولي العزم قد حفظ سفينه الجماعه في كل الاوضاع سواء اكانت مكايد للهجوم على قاديان او كان ميدان الدعوه او كانت الهجره واوصلها بتاييد الله تعالى ونصره الى الساحل بنجاح. واخيرا حين توفي في نوفمبر عام 1965 بحسب القدر الالهي اقام الله تعالى بحسب وعده المظهر الثالث للقدره الثانيه وبدل خوف الجماعه امنا من جديد وجمعها على يد سيدنا ميرزا ناصر احمد الخليفه الثالث للمسيح الموعود عليه السلام وظلت الجماعه تسير على دروب التقدم والرقي وبدا العهد الجديد لفتح المدارس والمستشفيات في افريقيا وبدا عهد جديد لتعريف افريقيا بالجماعه الاحمديه وبدا العالم يتعرف الى الجماعه اكثر وخرج سيدنا الخليفة الثالث في أول جولة إلى بعض الدول الإفريقية لزيارة الأحمديين هناك، وظهرت لها نتائج رائعة وكانت أول جولة في الخلافة. في عام 1974 قادت الحكومة حملة شرسة منسقة ضد الجماعة. وسنت القانون بان الاحمديين ليسوا مسلمين لكن الجماعه خرجت منها بنجاح وسلام لكونها وراء جنه الخلافه وفشلت جهود العدو لمنع الجماعه من التقدم والعدو الذي كان يزعم انه سيسلم بايدي الجماعه كاس التسول خابت اماله وفتح الله تعالى أبوابا جديدة لسعة الجماعة في المال وأبناء الجماعة الذين بذلت الجهود لجعلهم مفلسين اقتصاديا قد أغناهم الله تعالى وبارك في أرزاقهم ثم فتح لهم الطرق للخروج إلى بلاد العالم فالأحمديون الذين جاءوا إلى ألمانيا وغيرها من البلاد بعد عام 1974 واغتنوا هناك يجب أن يحدث أجيالهم عن هذه الأمور وكيف حاول العدو العمل ضد الجماعة وكيف فتح الله تعالى لهم سبلا جديدة في كنف الخلافة وحسن وضعهم الاقتصادي آلاف الأضعاف ثم حين رحل عنا سيدنا الخليفة الثالث أيضا في يونيو عام 1982 بدل الله تعالى من جديد خوف الجماعة امنا بحسب وعده بواسطة سيدنا ميرزا طاهر احمد الخليفة الرابع للمسيح الموعود عليه السلام. وكان العدو قد فقد صوابه بمشاهدته تقدم الجماعة فخطط للهجوم من جديد. وحاول ان يجعل الجماعه كعضو مبتور او مفلوج وحاول بحسب زعمه قطع راس الجماعه لكن ما ادرى اولئك الجهل وعميان القلوب ما الذي خططه الله تعالى فقد مكن سيدنا الخليفه الرابع من الهجره من باكستان بنجاح ونصر غير عاديين وبقي العدو يتحسر وبعد الهجره في عهد الخليفه الرابع بدا عهد جديد للترقيات وبدا يصل صوت الخليفه ورساله الاحمديه الاسلام الصحيح بواسطه الاقمار الصناعيه الى بيوت الاحمديين وغيرهم في كل بلد وفتحت آفاق جديدة لنشر الدعوة حيث غرست غراس الأحمدية في كثير من البلاد وانتشر تعليم الإسلام الصحيح وزاد نشر القرآن الكريم كثيرا وصدرت تراجمه الى لغات جديده. ثم حين توفي سيدنا الخليفه الرابع رحمه الله تعالى ايضا بحسب ما قدر الله تعالى وقضى في ابريل عام 2003 تلقت الجماعه هزه عنيفه. وزعم العدو ان الفرصه للقضاء على الاحمديه سانحه وملائمه لكن الله تعالى الذي وعد المسيح الموعود عليه السلام ادرك الجماعه مره اخرى وتولى امرها بحيث قال المشايخ المعارضون اننا لا نعتبركم صادقين لكننا نرى ان تاييد الله يحالفكم كان شهادة الله الفعلية معكم لكنهم رغم تسليمهم بأن شهادة الله معنا لا يكادوا يؤمنون فتقبل الله تعالى أدعية المؤمنين وبدل خوفهم أمنا وفي تاريخ الإسلام بدأ عهد الخلافة الخامسة بواسطة المسيح الموعود عليه السلام. صحيح أن الخلافة الراشدة في صدر الإسلام توقفت عند الخلفاء الأربعة فقط، فكان بحسب ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن فحين بدأ عهد الخليفة الخامس في عهد المسيح الموعود عليه السلام، فهو الآخر بحسب نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلافه الخامسه ايضا باب من الابواب الكثيره التي فتحت في تاريخ الاسلام بعد بعثه المسيح الموعود عليه السلام كان الاعداء يحسبون الان ان زمام الجماعه ليست في يد قويه ولكن ما ادراهم ان اليد الحقيقيه وراء الجماعه هي يد الله تعالى التي تقوم في تأييد هذه اليد. فاليوم عين الأعداء الحاسدة ترى ترقيات الجماعة أكثر من ذي قبل. وما حصل من تعارف للجماعة في الدنيا في هذا العهد في كل فئة وعلى كل مستوى هو شيء غير عادي. إنني إنسان ضعيف جدا ولا يحصل هذا الرقي بسبب أي ميزة لي. وإذا كان يحصل تعارف الجماعة الأحمدية بين حكام العالم وفي برلماناتهم فهو بمحض فضل الله تعالى وبسبب وعوده التي قطعها مع المسيح الموعود عليه السلام ووفق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ونرى مشاهد أفضل الله تعالى يومياً إن أعمالنا في نشر القرآن وكتب المسيح الموعود عليه السلام في مختلف اللغات قد توسع كثيرا بحيث تصل رسالة الإسلام الحقيقية إلى جميع بلدان العالم بواسطة MTA كانت في البداية قناة فضائية واحدة فقط وفي لغة واحدة ولكن الآن تعمل ثماني قنوات لأم تي في الدنيا وقد أصبحت استوديوهات لأم تي في بلاد العالم المختلفة التي تنشر برامجها على طول الأيام والآن ليس هناك استوديو واحد فقط بل أصبحت استوديوهات في كل مكان ليست في كل مكان ولكن في عده اماكن في افريقيا وامريكا الجنوبيه وفي اوروبا ايضا. واذا نظرنا الى امكانياتنا فيبدو ذلك من المستحيلات. يتم تبليغ رساله الاسلام الحقيقيه من خلال وسائل الاعلام الاجتماعي ايضا. واذا كانت حكومه باكستان فرضت الحظر علينا بطرق مختلفه فقد فتح الله تعالى علينا سبلا اكثر بكثير في دول اخرى ثم قد الهم الله تعالى طريقا جديدا للارتباط بالخلافه وقد ظهر هذا الطريق بسبب وباء كورونا وبذلك تعقد اجتماعات ولقاءات اونلاين او اللقاءات الافتراضيه التي بواسطتها يتم التواصل مع فروع الجماعه مباشره ويسترشد افراد الجماعه من الخليفه مباشره وانني من هنا من بريطانيا التقي بالجماعه احيانا في احد الدول الافريقيه واخرى في اندونيسيا واحيانا في استراليا واخرى في امريكا فهذه كلها مشاهد تاييدات الله تعالى وينبغي الا ننسى ان الله قد انزل علينا هذه الافضال وانعم علينا بنعمه الخلافه فيجب علينا ان نؤدي حقها دوما لكي نظل نستفيد من هذه النعمه الى يوم القيامه وفق نبوءه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وعد الله تعالى المسيح الموعود عليه السلام بالرقي والازدهار وان الله تعالى لا يخلف وعده ولكن يجب ان نؤدي واجبنا لنيل بركاتها وان نسجد لله تعالى شاكرين له ولا بد أن يظهر هذا الشكر لنعمة الخلافة من خلال كل قول وكل عمل لنا. وكذلك ينبغي أن نظل مستعدين حتى النفس الأخير لتقديم كل تضحية من أجل الإيفاء بعهد الطاعة للخلافة. حينها نستطيع أن نجعل أجيالنا أيضا مطيعين للخلافة إلى يوم القيامة. لقد اكد المسيح الموعود عليه السلام لمن يستعدون لكل تضحيه ثابتين على الايمان على انهم سيرثون افضل الله تعالى فقال عليه السلام لا تظنوا ان الله تعالى سوف يضيعكم انتم بذره بذرها الله تعالى في الارض بيده يقول الله تعالى ان هذه البذره سوف تنمو وتزدهر وتتفرع في كل طرف ولسوف تصبح دوحه عظيمه فطوبى لمن يؤمن بقول الله تعالى ولا يخاف الابتلاءات العارضه لانه لا بد من الابتلاءات ايضا لكي يختبركم الله من منكم صادق في ادعائه للبيعه ومن هو كاذب والذي يزل بسبب الابتلاء لن يضر الله شيئا والشقاوه سوف توصله الى الجحيم ولو لم يولد لكان خيرا له ولكن الذين يصبرون الى نهايه المطاف في حين تاتي عليهم زلازل المصائب وتهب عليهم عواصف الابتلاءات وتسخر منهم الاقوام وتستهزئ وتعاملهم الدنيا بمنتهى الكراهيه فاولئك الذين سوف يفوزون في اخر الامر وتفتح عليهم ابواب البركات على مصراعيها. لقد قال الله تعالى مخاطبا اياي ان اخبر جماعتي بان الذين يؤمنون ايمانا لا تشوبه شائبه من الدنيا وليس ذلك الايمان ملوثا بالنفاق او الجبن وليس خاليا من الطاعه فاولئك هم المرضيون عند الله تعالى ويقول الله تعالى انهم هم الذين قدمهم قدم صدق. ثم قال عليه السلام: يخبرني كلام الله ان الحوادث واقعة والافات نازلة على الارض فمنها ما يقع اثناء حياتي ومنها ما يقع من بعدي وانه تعالى سوف يرزق هذه الجماعة كل تقدم وازدهار بعضه على يدي وبعضه الاخر من بعدي. فسوف تحصل هذه الترقيات حتما بفضل الله تعالى ندعو الله تعالى ان يثبت اقدامنا وان نرى رقي الجماعه الكامل بام اعيننا وان يوفقنا الله تعالى لنوفي بعهودنا حتى نرى تحقق وعود الله تعالى في حياتنا وان تنال عباداتنا وصلواتنا واعمالنا رضاه تعالى وأن نفهم مقام الخلافة الصحيح ونفهمه أجيالنا أيضا لكي يتمتع أجيالنا ببركات هذه النعمة وأريد أن أوجه الاهتمام إلى الأدعية اليوم أيضا فاذكروا أحمدي باكستان أيضا في أدعيتكم وجميع الأحمديين المظلومين حيثما كانوا وجميع المسلمين المظلومين حيثما كانوا سواء كانوا في فلسطين ام في اي مكان اخر اذكروهم جميعا في ادعيتكم رفع الله تعالى عن الجميع مشاكلهم وفرج عنهم ووفق الاحمديين ليعملوا بتعاليم المسيح الموعود عليه السلام بوجه حقيقي ويصبح أحمديين حقيقيين كما وفق المسلمين الذين لم يعرفوا المسيح الموعود عليه السلام ليعرفوه ويبايعوه وأن نرى عاجلا راية الإسلام وراية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفرف في العالم اجمع ونرى قيام وحدانيه الله تعالى في العالم كله امين. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رَسُولَهُ ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر